ومن القاهرة ينضم إلينا دكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا. دكتور فخري، يعني لماذا دائما ترتبط الزيادة السكانية بمستويات اجتماعية واقتصادية منخفضة؟ بالتأكيد طبعا، يعني احنا عندنا معدلات النمو السكانية في العالم تتفاقم، وعدد كما أشار التقرير إلى أنه حاليا عدد سكان العالم 7.5 مليار نسمة، أو 7500 مليون نس مليار نسمة، وسيصل إلى 11 مليار نسمة يعني في نهاية هذا القرن. معنى ذلك أنه هناك خلل في الزيادة السكانية في العالم مقارنة بقدرة العالم والدول على يعني استخدام وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ولذلك قدرة العالم على المزيد من الناتج العالمي يعني لا يعادل الزيادة السكانية. هناك أيضا خلل فيما يتعلق بالدول النامية والدول الفقيرة في هذه الحالة، بيصل عددها إلى ما يقرب من 70% من دول العالم دول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، وتعاني من زيادة كبيرة في معدلات النمو السكانية. ولذلك بنقول إنه المشكلة يعني تحتاج إلى إدارة رشيدة وعاقلة وكفءة للزيادة السكانية. هل من آخر السهل يا إنه دكتور النمو السكاني في الدول تحويل هذه الزيادة السكانية إلى منافع استثمار الثروة البشرية في دول العالم؟ بالتأكيد طبعا، يعني إذا كانت يعني القضية قضية كم، فلا بد أن تتحول من يعني زيادة سكانية إلى تحويل هذه الزيادة السكانية إلى رأس مال بشري. بمعنى آخر، إدارة السكانية تتطلب 3 جوانب أساسية. الأولى هي تخفيض معدلات النمو السكانية خاصة في الدول النامية والدول المنخفضة الدخل، كذلك يعني إعادة توزيع هذه الزيادة السكانية داخل كل دولة. بمعنى آخر، يعني دول الكثيفة السكان زي مصر على سبيل المثال ودول أخرى أفريقية، هنا في هذه الحالة لابد من الخروج من التكدس السكاني اللي بيعيشه يعني هؤلاء الأفراد. يعني في مصر على سبيل المثال 100 مليون نسمة بيعيشوا على 8% من مساحة مصر، فده خلل في التوزيع الديموغرافي للسكان، وعليه فلابد من الخروج من الوادي الضيق في كثير من الدول وإعادة توزيع الزيادة السكانية أو الزيادة الجديدة في مناطق أخرى. ده بيتطلب أيضا مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية بما فيها البنية التحتية، حتى يعني من شبكات طرق، محطات مياه، كهرباء، مناطق عمرانية جديدة، كل دي بتتطلب استثمارات ضخمة جدا وعليه في هذه الحالة. ده الجانب الثاني. الجانب الثالث تحسين يعني الخصائص السكانية. بمعنى آخر، نشوف نسبة الأمية، نعالج نسبة الأمية، نعالج المشاكل المتعلقة بالمتعلمين سواء كان التعليم الفني والتكنولوجي مقارنة بالتعليم الأكاديمي، ننظر إلى يعني تعليم الإناث. كثير من الخصائص السكانية لابد من أيضا دكتور، يعني يعني إدارة هذا الملف. كل هذه ولذلك بنقول المشكلات معلومة منذ وقت بعيد، وهناك محاولات من قبل منظمات المجتمع المدني لحل هذه المشكلات. لماذا تأخر الحل حتى اللحظة ونتحدث، ما زلنا نتحدث عن نفس المشكلات التي كان يعني يتم الحديث عنها منذ مئات السنين؟ هي دي مهام الـ يعني الـ يعني الأمم المتحدة ويتعلق ب يعني مؤسساتها ومنظماتها في هذه الحالة تتكاتف من أجل يعني معالجة القضايا المشاكل التي تعاني منها الدول النامية والدول الفقيرة في هذه الحالة. طالما نحن في ظل نعم. يعني فترة أو عصر العولمة، فلا بد أن يعني أن الدول زي ما كنا بنتكلم في الستينات أن الدول المتقدمة تخصص 1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من الدول المتقدمة لتمويل يعني المشاكل التي تعاني منها الدول الفقيرة والدول النامية في هذه الحالة. إلا أن الدول المتقدمة يعني منذ يعني عقود لم تلتزم بهذه النسبة، ولكن يعني بتخضع ل يعني كل حالة بحالتها، وكل دولة متقدمة يعني كما تراها مناسبة بالنسبة لها في عملية تمويل الصناديق الدولية ويعني التابعة للأمم المتحدة في هذه الحالة. عشان كده بنقول إنه كل دولة من الدول
يعني بتجتهد في انها تعالج الثلاث يعني جوانب، معدلات النمو يعني المضطرده في السكان، انه اعاده توزيع او يعني ايجاد يعني حل للخلل في التكدس السكاني لكل دوله من الدول كثيفه السكان، الى جانب تحسين الخصائص. كل دي بتتطلب المزيد والمزيد. فلذلك نقول انه الزياده السكانيه في كثير من الدول اللي هي بتعاني من كثافه سكانيه بنجد انها يعني في جوانب اقتصاديه تؤدي في نهايه الامر الى انخفاض معدلات الادخار وزياده الاستهلاك، ومن ثم انخفاض معدلات الناتج المحلي. اذا هي مشكله مركبه ومعقده جدا لارتباطها بالكثير من الامور، وسوء استهلاك او سوء استهلاك الموارد الطبيعيه وعدم استثمار الموارد البشريه. دكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، شكرا جزيلا لك.